بداية لازم نكون واضحين جدا ما حدث في عام 2017 وعام 2018 هو نقلة كبيرة جدا للرياضة المصرية، يمكن بقى لها فترة طويلة جدا كانت منتظرة هذه النقلة. دي تتلخص في حاجتين: قوانين وتشريعات جديدة للرياضة المصرية في عام 2017 تزامنت مع وصول مصر لكأس العالم في عام 2017 في نهاية عام 2017 بعد غياب 28 سنة، هي تقريبا نفس المدة اللي كنا بنتكلم فيها على تشريعات جديدة. تقريبا تزامن هذا الأمر كمان مع أصبحنا عندنا أحسن منتخب في أفريقيا، أحسن لاعب في مستوى على أفريقيا، أحسن مدير فني في أفريقيا، ثم ربنا يكرمنا بأن هذا اللاعب بقى أحسن لاعب في إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي. فاتنقلت الرياضة والحديث عن الرياضة خلال الست أشهر الأخيرة أو السنة الأخيرة سواء من أول قانون الرياضة إلى الوصول لكأس العالم لمرحلة جديدة جدا تختلف تماما عن قبلها. لابد إن احنا نخلي بالنا من هذا الأمر. قانون الرياضة نقل تشريعات كثيرة جدا ونقل الحركة الرياضية إلى الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية طبقا للميثاق الأولمبي اللي كلنا بنشتغل معاه، وفي نفس الوقت أجرينا الانتخابات كلها في عام 2017 في موضوع ملحمة إن نعمل 677 انتخابات ما بين الأندية والاتحادات ومراكز الشباب في 3 أشهر، ثم يتظاهر في 3 أشهر اللي بتتم فيهم الانتخابات وقبل أيام من انتخابات أكبر الأندية المصرية مصر إلى كأس العالم، وبعد الانتخابات ديت بأيام قليلة نفوز بإن احنا أحسن منتخب وأحسن لاعب في أفريقيا وأحسن مدرب في أفريقيا، ثم بعد كده يكون التطور اللي حصل لنجمنا محمد صلاح، وحنشرح دلوقتي إيه اللي تتبع لهذا الأمر أو إيه التبعات لهذا الأمر ومهمة الإعلام الرياضي.